نكمل المحاضرة. وصلنا للماكروفيجز. الماكروفيجز we can classify them according to their location and according to their activation. According to their location, we can classify them for example, alveolar cells in the lung, microglia in the brain, histocytes in connective tissue, coffer, liver. And according to their activation, we can classify them to M1, M2, M3. M1 directly activated by pathogen and two alternatively activated. يعني شنو الماكروفاجز نقسمها لها تصنيفين. التصنيف الأول according to their site الموقع مالت المنصات، فكل نسيج موجودة به حياخذ اسم. يعني اللي بالبراين يسميه مثلا ميكروغلايا، باللانج الفيروسيل، هاي أغلبنا يعني يعرف هاي السالفة. التقسيم الثاني الدكتور ما ذاك يعني ما كاتبته الملزم بس ذكرته اليومي، قالت انه راح نقسمه according to their activation انه M1 directly activated by pathogen، يعني وجود الباثوجين نفسه هو اللي حيفعلها هاي M1. اما M2 فتتفعل alternatively activated. alternatively activated يعني مو الباثوجين نفسه اللي فعله، انما conditions خاصة تفعله. مثل ايش؟ مثلا بالجروح والحروق هي هاي اللي حتتفعل، ولا مثل غيرا. الماكروفيجز وظيفتها تسوي فاجوسايتوسيس، كنا نعرف يعني وهي يعني تيوموري سايدل، يعني خلايا التيومر تسوي لها انجولفمنت. والانترا شكو انترا سيلولار باراسايت ايراديكيشن هم يعني يكون عن طريقه مو بس هي تشابه بالعمل السي دي 8 اللي هم تيوموري سايدل وانترا سيلولار باراسايت ايراديكيشن. فالماكروفيج تشابه لكن طبعا مو نفس الميكانيكية تختلف، وهاي السوالف تختلف، بس يعني نقدر نقول انه هذي شي تقتل كانسر وهاي هماتين، بس ذي شي يعني ادابتف هاي النيت. الانتراسيلولار يكون عن طريقها وفاغوسيتوسيس زين، وهم تقدر تعمل كأنتيجين بريزنتينج سيل. الفاغوسيتوسيس مالتها less efficient than neutrophils. ليش؟ لانه الموفمنت مالتها تكون فيري سلو، يعني حتى تيجي للسايت اوف انفكشن تاخذ وقت اطول من النيتروفيلز. بينما النيتروفيلز مباشره يوصل سايت مال انفكشن مباشره حتجي وتسوي فاجوسايتوسيس للباثوجين اللي بهاي المنطقه، بينما الماكروفيجز لا الموفمنت مالتها قليله، فبين ما توصل اصلا تلقى النيتروفيلز يعني ماكله جزء كبير من الباثوجين. قبل شوية قلنا من حكينا على الإيوزينوفيلز، هم قلنا إنه النيتروفيلز more efficient than إيوزينوفيلز، بس سبب شنو كان؟ كان إنه less in number و lack of digestive enzyme. هنا لا بسبب slow movement، فكتذكير صغير. زين عندنا الدندرتيك سيلز. الدندرتيك سيلز يعني نعرف إنه يسموها دندرتيك بسبب عندها دندرايت تشابه بيها النيورون سيلز. الفانكشن مالته هي فاجوسيتوسيس اند انتيجين بريزنتيشن. الوظيفه الاساسيه مالته هي تسوي انتيجين بريزنتيشن. وين تودي؟ تودي للتي هيلبر. من تودي للتي هيلبر ايش حتسوي؟ حتسوي اكتيفيشن لهاي التي هيلبر. العف تودي للتي سيل النايف تي سيل بعدين تسوي لها اكتيفيشن، ممكن تصير هيلبر ممكن تصير سايتوتوكسيك حسب بعض. نقدر نقسمها اكوردنج تو ذير لوكيشن، انه لانجر هان سيلز اللي هي موجوده بالسكن، انترستيشيال سيلز ذني بالميجر اورجنز يعني موجوده بالهارت بالليفر بالبرين يعني بالاورجنز نفسهم. اما الانتر ديجيتاتينج سيلز ذن وين موجودات؟ معنا سكندر لينفويد اورجنز مثلا الليف نود على سبيل المثال. بس بالهاي لينفويد اورجنز ايش موجود؟ موجود تي سيلز. فهي المكان اللي موجود بي تي سيلز بهاي الليمفويد اورجانز نلقى بي دندرتيك سيلز تكون على شكل انتر ديجيتاتينج. زين شو تسوي هناك؟ هي مو قلنا هي تشتغل كانتيجين بريزنتينج سيل، هي مو موجوده بالتشو، شافت باثوجين تطلع من التشو تطب للدم تطب للليمفاتيك سيستم، تنقل هذا الباثوجين عبر الجسم توديه للليمف نود. وين بالليمف نود؟ تودي للتي سيل. احنا قلنا هي بريزنت للتي سيل، فتروح
لديش المناطق، ومو بس يعني secondary lymphoid organs، وإنما بالثايموس هم عادة توديه للثايموس، لأن تي سيل موجودة بالثايموس، فتروح يعني وين ما موجودة تي سيل تلحقها تودي لها، وهي الموست بوتنت فاجوسيتيك سيل. زين الناتشرال كيلر سيلز، الناتشرال كيلر سيلز يسموه الناتشرال كيلر سيلز لأنه can kill the cell even in the absence of major histocompatible complex. يعني شنو ان اكفر قبل ما ندخل بهاي التفاصيل خلينا نقول هاي السوالف البسيطة. الناتشرال كيلر سيلز نسبتها 5 إلى 20%، تكون لارج جرانيولار ليوكوسايت، يعني هو اسمها الثاني لارج جرانيولار لنفوسايت. The role of natural killer cells analogous to that of cytotoxic T cells and vertebrate adaptive immune response. هي تعتبر جزء من ال innate immunity، لكن عملها مشابه لل cytotoxic T cell اللي هي من ضمن adaptive immunity. The natural killer cells نسميها natural killer لأنه they can kill cells even in the absence of MHC. يعني شنو خلنا نشرح هنا الصورة ما واضحة. احنا عندنا السيتوتوكسيك اللي هي CD8، حتى تقول هاي خلية يعني غريبة باثوجين او انتيجين، لازم يكون عندها اكسبريشن هاي الخلية للام اتش سي. هي تجي تتعرف على الام اتش سي، اذا شافتها طبيعي من ضمن الجسم تعوفها، شافتها مو طبيعي تكتبها. الناتشورال كيلر سيلز لا، يعني مو ضروري موجود هذا الام اتش سي على سطح الخليه. شلون يعني الناتشورال كيلر عندها ريسبتورات اثنين، عندها الكيلينج انهبيتر ريسبتور اللي هو الكي اي ار، وعندها الكيلينج اكتيفيتر ريسبتور الكي اي ار. هذا الاكتيفيتر وهذا الانهبيتر هي حتجي ترتبط بالليجند الموجود على هذا الخليه. ايش حتفعل؟ حتفعل الاكتيفيتر اللي هو يقول يابا اقتلوا هالخليه، تفعل الاكتيفيتر هنا. الانهبيتر هو اللي حيرتبط بالام اتش سي. الانهبيتر شنو؟ اذا ارتبط حيقول للجسم للخليه لا تقتلين، فيصير نو كيلينج بالنهايه. هي عندها ريسبتورات اثنين، واحد يفعل القتل واحد يسوي انهبيشن للقتل. هذا حتى يسوي انهبيشن للقتل لازم يرتبط بالام اتش سي، لازم. فمعناها اذا اجت خليه ما مسوي اكسبريشن للام اتش سي هذا ما راح يتفعل، اللي هو يقول اللي هو الانهبيتر اللي يقول يا بلا تقتلون، فمعناها شنو؟ حتنقتل. يعني بمجرد انه هي ما تسوي تعبير للام اتش سي تنقتل، لانه ما فعلت لي الانهبيتر، بقى بس الاكتيفيتر هو المتفعل. والاكتيفيتر شي يقول يا بكتلوها خوش، فهي هاي يعني سهلة. فلهذا السبب هي بالتيومر سيلز، تيومر سيلز احنا ندرس سوي شو اسمه تمنع الاكسبريشن مات الام اتش سي. فهاي تيومر سيل، وطبعا بس تيومر انه فيروس انفكشن، يمكن الاتش اي في ما يسوي اكسبريشن الميجور هستو كومباتيبل كومبلكس، فجتها ناتشورال كيلر سيل تريد تقتلها. قلنا هي عندها اثنين ريسبتورات، واحد كيلينج اكتيفيتر وواحد كيلينج انهبيتر. هذا الاكتيفيتر ارتبط بريسبتور موجود على هاي تيومر سيلز، فشنو؟ فعل عملية القتل. هسه لحد الان عم يتفعله. المفروض انه لو هاي الخلية مسوية تعبير للام اتش سي مالتها، المفروض يعني ام اتش سي كان نورمال، مفروض شو يقول هذا ريسبتر اللي هو الكيلينج انهبيتر، يقول يا بلا تقتلوها، وتكون النتيجة النهائية نو كيلينج، إن هو انهبت. أما هنا فهي أصلا ما معبرة للام اتش سي، هاي وحدة، وإذا عبرته يكون اب نورمال، فهذا ما راح يتفعل اللي يقول يا بلا تقتلون، فالنتيجة ايش تطلع؟ تطلع كيلينج. أتمنى تكون واضحة. زين الفاكتورز انفولفد، عندنا فاكتورز ثانيات، يعني احنا مو قلنا عندنا خلايا وعندنا فاكتورز، يعني قلنا مثلا مولكيولز بروتينز هيك اشياء. هاي الفاكتورز هي عبارة عن بروتينات، يعني نورمال سيروم بروتينز. ذني شنو من يصير انفلاميشن
الخلايا الانفلاماتوريال دون تفرز مدياترز، يعني تفرز سيتوكاينز، فهاي السيتوكاينز وين تروح؟ تروح بالسيركيليشن توصل للليفر، هناك بالليفر تسوي اندكشن للبرودكشن اوف ذيس فاكتور الاكيوت فيس رياكتنس. يعني هي عبارة عن بروتينات تنفرز من تتكون العفو بالليفر بحالات الانفكشن، بحالات الانجري، بحالات التروما، وذن مختلفات، يعني كل واحدة عندها وظيفة تختلف عن الثانية. أعتقد ناخذ يعني بشكل مفصل بالجايات، يعني هسه هاي مجرد انترودكشن عنهن. فمثلا قالت ليش عندك السي رياكتيف بروتين، الاميلويد اي، كومبلمنت كومبوننتس، المانوز بايندينج بروتين. هذا المانوز بايندينج بروتين دكتورة شرحتها باليومي، أعتقد مهم. المانوز بايندينج بروتين شنو هو؟ انه بعض الخلايا عندها سيل وول، وهذا السيل وول من ضمن الستركتشر مالته موجود مانوز اللي هو عباره عن شوغر موجود. فهاي البكتيريا من تدخل للجسم وعندها مانوز شوغر، ايش يتفاعل ضدها؟ يتفاعل ضدها مانوز بايندينج بروتين، يعني بروتين يجي يرتبط بهذا المانوز. من يرتبط به؟ يعني كانما قيده، يعني هي بكتيريا عندها مانوز يعني قاعده وده تمشي بالجسم، يعني ما لها دخل. يجون 4 5 يشربون بها منا ومنا، شو راح تتحرك؟ ما راح تتحرك. فيشربون بها ويقعدوها لحد ما تجي فاجوسيتك سيل، شوف منو تيجي نيتروفيلز، شوف منو ماكروفيج موجوده بالسايت قريبه منها، تجي تسوي انجولفمنت لهذا الباثوجين. قلنا انه تنتج من الهيباتوسايت اللي هي بالليفر 12 خلال 12 ل 24 ساعه in response to increase cytokines. قلنا انه من inflammation تجي الخلايا تفرز cytokines، وهي cytokines تروح بالليفر تسوي induction لهذا البرودكشن. بعد ما بيه شي مهم، هذا الجدول ما اعرف اذا حفظ او لا ما ادري، بس هو هذني قالت باليومي انه كل شي منهن يعني راح ندرسه بالجايات، يعني كل شي منهن هو موضوع. cytokines شرحنا عنها، قلنا انه هي عبارة عن chemical messenger between the cells، تنفرز من خلية وتروح تسوي تريجر لخلية ثانية أو للخلية نفسها عادي. سيتوكينز يقول هي low molecular weight proteins regulate the nature intensity and the duration of immune response by exerting variety of effects. هو اللي راح ينظم هاي العملية. احنا قلنا انه عملية الاميون ريسبونس لازم بالنهاية يصيرلها regulation، وهذا regulation يعني ذكرت مثال انه مثلا الانترليوكين عشرة عبارة عن يعني نوع من انواع السيتوكاينز، او مثلا عن طريق السبريسر تي سيل. هي ما هذا، هي مو سيتوكاينز، هي سبريسر تي مو سيتوكاينز، بس دا اقول يعني انه هي تسوي regulation. زين ذن السيتوكاينز بسبب انه أي كل مرة أنه يشوفون خلال دراستهم تنفرز من مكان، كل مرة يسموها فتشي. فبالبداية كانوا يسموها لينفوكاينز لأنه تنفرز أو produced by lymphocyte، بعدين يسموها المونوكاينز لأنه يجي من المونوسايت والماكروفاجز، بعدين يسموها انتريوكين لأنه اليوكوسايت، يعني تنفرز وأفكت اليوكوسايت. ما احنا قلنا مو هي تنفرز وأفكت other cells or affect the same cell. فبالنهاية سموه تحت كل هذين الأشياء درجان تحت مصطلح هو سيتوكاين. فاللي يقدر يفرز سيتوكاين من اللينفوسايت، مونوسايت، ماكروفاج، واليوكوسايت، يعني كل يقدر يفرز سيتوكاينز. التول لايك ريسبتر هو جزء من النيت اميون سيستم. التول لايك ريسبتر يعني سموه هيج اسم لأنه كان أول الاكتشافة موجودة بذبابة الفاكهة اللي هي الدروزوفيليا. بالدروزوفيليا هناك اكتشفوا يعني أول مرة كان اسمه تول ريسبتر، من لقوا بالإنسان مشابه الذاكة سموه تول لايك ريسبتر، يعني مشابه اللي لقوا ليش الذبابة مو فتشي مهم. التول لايك ريسبتر شو يقدر يميز لي؟ يقدر يميز لي اشياء ثابته بتركيب الميكروب، يعني مثلا بكتيريا دخلت، من الثابت بتركيب البكتيريا؟ يعني شيء لازم القاه بالبكتيريا،
هو الدي ان اي او الار ان اي، وكذلك السيل وول مالتها، يعني سواء كانت جرام نيجاتيف او بوزيتيف او اي نوع، اذا كانت يعني مثلا عندنا بيها ستيرويدات او ووكسي كومبوننت، هذا الشيء ثابت بيها يعني ما تقدر تعيش بدونه. بس ما لها قابلية على تميز اشياء يعني مو ثابتة، مثلا الكبسول، الكبسول ما يتميز بالتول لايك ريسبتر لانه مو شيء ثابت بالباثوجين هذا اللي دخل. فإذا إرادة تتميز فتشي من هذا الباثوجين فلازم يكون ثابت مثل DNA, RNA, cell wall, هيتشي. يقول يقول عارفة إنه يقول هو class of proteins that play a role, a key role in the innate immune system. The highest concentration of these receptors occur on monocytes, macrophages, and neutrophils that recognize structurally conserved molecules derived from microbes. وين موجودة أكثر شيء؟ موجودة بهاي كونستاش، طبعا هي موجودة بالبلازما ممبرين، أخذناها بالباثولوجي بالبلازما ممبرين أتذكر، وأتذكر يمكن على النيوكليس لو بالسيتوبلازم، هي لوكيشن الاثنين أتوقع النيوكليس. المهم فهي وين موجودة بأكثر الخلايا؟ بالمونوسايت والماكروفيز والنيوتروفيلز أكثر كونسنتريشن مالتهن، وعندنا من 11 نوع، وهاي 11 نوع مو تميز يعني مو كل نوع يميز ده نوع، لا كل واحد يميز مجموعة مختلفة. اي هاي مجرد انه ترتبط بالباثوجين تتعرف عليه. شلون يعني مثلا هجتباني هي موجوده على النيتروفيل فات من هالباثوجين، هذا الباثوجين مثلا فرز دفد ماده مثلا اللي بدأ اي مثلا او توكسين او اي شيء، هو شنو تحسس لهاي الماده حيفعل طريقتين، يا اما يخلي هاي النيتروفيلز اللي هو قاعد عليها تروح تقتل هذا الباثوجين، يا اما شيء خليه يخلي النيتروفيلز تفرز سايتوكاينز، وهاي السايتوكاينز تلم نيتروفيلات اخرى لنفس السايت اوف انفكشن، يعني تسوي ريكروتمنت للانفلاماتوري سيلز، وبالتالي هو هذا دوره، دوره يا اما هو يعني هو راح يتحسس المكونات موجوده بالباثوجين ويروح لها، او يسوي ريكروتمنت، يعني هو ثاني يسويه يعني مثلا بداية يتحسس ويروح يتشلل بالباثوجين حتى ما يظل يتحرك ويلعب بكيفه، وبنفس الوقت يفرز السيتوكين حتى يجيب انفلاماتوري سيلز اخرى لهذا السايت ويقتلون الباثوجين. وهاي انواعهم ما ادري نحفظها ولا، بس هي هاي كل واحد انواعه. خلصت المنظمه.